انا كنشارك فيه، انا معاند مختار، كان بلغ من العمر 50 سنه وكنشارك في جميع السباقات سواء نصف الماراثون ولا السباقات على الطريق 10 كيلومترات و15 كيلومتر. وفي غالب الاحيان كنشارك بهذه الرساله اللي هي رساله تحسيسيه لجميع الساكنه سواء تعلق الامر بالساكنه في المغرب او حتى خارج المغرب، لان الماء هي قضيه عالميه ومشي مغربيه فقط، وكاع جميع الملتقيات الدوليه والندوات والمؤتمرات اللي كدار حاليا سواء اللي كتعلق بالبيئه ولا الماء كتحت دائما في الاقتصاد في الماء، لان الاقتصاد في الماء هو اللي غيضمن لنا توفير المياه للاجيال القادمه للابناء والاحفاد ان شاء الله. لحد الان مازال ما عرفتش الرتبه، ولكن في غالب الاحيان كندخل مع المياه 60 50 الاولى. انا لباس تقليدي فقط باش نثير انتباه، خالف تعرف كما كان. هذا اللباس التقليدي رغم انه كيعارقني فيه، يعارقني في السير، ولكن كندير هذا اللباس التقليدي باش نثير الانتباه ديال الناس ونكون اكثر مشاهده من غيري. الا لبست اللباس الرياضي العادي ربما ما غاديش نثير انتباه اكثر، ولهذا انني كنحاول ما يمكن كنلبس هذا الجلباب رغم العراقيل ديالو اللي كيدير لي في السباق، كنحاول ما يمكن باش نثير انتباه ديال سواء الجمهور سواء المنظمين. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.